على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى: سورة النمل. سورة داس كسب سيهاي مفردات كي تفسير كاذب بالعبي رحمه الله مصنف كسيد عادة وهيت الخبأ لفظ راس وكب الله ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ ما خبأت وهي آد قريصه يا خبئ لي هذا إله سو صار وحق قرصون الله ما يسجد وي لا قبل لفظ قاس لا قبل وحقوق فسري لا طاقة عن طاقية أود أين أولهين ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لها لا قبل لهم بها لا قبل نبي الله سليمان عليه السلام يوها أي لا طاقة أود أين أولهين إذن إن أود لهم بان أولا إيمانينا الصرحة قيل لها ادخل السرحة سلانت بلقيس لا ديشر كل ملاط ملاط يا بلاط بالبال الأخرية لا بد واسكو مت كل ملاط بلوكيتي كستا أما متونيل كستا واتخذ لغسمي من القوارير قوارير لغسمي أيا الصرح اللي يرى هذا يعني بالك متولل كه رول كه يقوليها يو لو جوجلو لقى حنسب سب كه مرايدة هان تي دلضة والصرح القصر صرح وحاك الله لها قصرية أما قولية وجماعة وجمعه جماعة حكوضة جمع سنة صروح وي مركب قولية أما قصور وقال ابن عباس وحير ولها عرش ولها عرش عظيم سلانتي ملكة الصبا الذي يجري بلقيس مقع يضوها يا لقاها ضلايا وحيلا هذا عرش عظيم عرش محكوة ذا سرير يقف السرير سرير بولئي لهد عظيمة ولها عرش ولها عرش كريم طيب كريم كان حقيبها لفظها كريمة حسن الصنعة وغلاء الثمن حق الصنعة هجاتين تهديه لعكتا الكفر قال إن ماذا ملك الله الله ينا كريم بلدي كريم ملك وحونا أحسن أو حق الصنعة هانية قيمة هام بأونا أحسن عرش قاس ولا عرش عظيم عرش وين مسلمين لفظ قاس مسلمين أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين يا إيه كينا يا عرش قد سريرت هذه انتنا يقول مسلمين أين يمان مسلمين محلقة وضائعين يقول هو قانسا أو أضي أحسن أمر كي يتلاذ إذا ردفة لفظ قاس ردفة عسى أن يكون ردفة لكم ردفة بمعنى اقترب إنه دوية هاي وحيالها إيدتكم دد جسنا يعني قيمان دون آخرة إنه بدوية هاي بعد أكرت جامدة لفظ قاس جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وحضر كيسا قيامها بوريه أو ضم لين يسين يتهي جامدة أي قائمة متاغن وهي تمر مر الصحاب مركا وحتاغن بعض أم لين يسا بدانت أوزعني نبي الله سليمان بدو عيسنا يحولي وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي إله يو وحادي قد اكتامتك الشكرية نعمة هذه النعمة يسي أوزعني اجعلني غيال أن أشكر إنا كو شكريو نعمتك التي أنعمت علي. وقال مجاهد حويري نكروا نكروا لها عرشها نبي سليمان بحويري هذه لصوغة سرير تادي أو لصوغة ضفي لصوغة هذي الذي عنده علم من الكتاب من وصوغة هذي مركي الدنباي ما طيبة وحالي سرير تادي بل بدلة تغيير الوصبية هذي أي هاد عقار رمضو كدقة أمام محوها عبدين كدقة الوجه هذه واحد كنت أنا قوائمتي ونبا ماذا بكلا بدلو نكروا لها عرشها
بل إنه يكون هنون طوي قرتين كله بمعنى غيروا بكوفة سري نكروا بمعنى غيروا بدلا والقبص لفظ قبص كأه هو أتيكم بشهاب قبص سمعين شهاب قبص ما اقتبست من النار منه النار نار توحك صغاتا قبص نير هذا ووتين العلم يقوله سليمان بهذا الكاله قارب وحيلين ميا بلقيساء هذا الكاله لماذا أصبح الأسكوية لكن بخاري وحيكون رجعي وحلى ووتين العلم إنه يهي سليمان عليه الصلاة والسلام الصرحة لفظي بكون أخذ الصرحة هاي وحلقه فصراي وكاله بركة ماء بركة بياه وضرب عليها سليمان سليمان وكرك كساري قوارير قرورة البصها إياه إسلام طيب مركة الباس قلنا إياه البصها أي أخلطها وحسك أخل دي بل إني وحنا يبيا أم رئيسة إني مارتي وحي سبع سالة فيرنا إياه ولا لبسنا عليه ما يلبسون وكلوي البصها إياه أي دي بوسك أخل دايا وحالكي ساري يعني نشوف فدي النبي سليمان عليه الصلاة والسلام أي أنت بركان لك قضو بيا لغش بي أي حال لي أي حيوان كبر بحري كبضة أو إذن لو حوالك غسو دراي ماشي سلسوق لي كوركن كورانا مركز سادة أنا قرورة إيو متونيل لغا أركاي بيه أي كوركا كساري هل كاسو كرسي دكتاي أي دي بحالي رسوقل مركز سي أم ليسي إن أي تهي لجة هر إن أي تهي بيه أم ليسي وكشفت عن ساقيها لغاية في ديو مركز سي وحي إنه صرح ممرض بالقوارير وأن ما القرار ذكر كلا قصار وبيك كلا قصار ما هي بي بي ما هي ساس الوير طيب سورة القصص مفردات كأم بوبا هل كان كل رافي مصنف رحمه الله واحد حديث أها سورة على وفاس رياضة نوبة كيرين كل شيء هارك إلا وجهه وحو البابا وأهل أكسمايا وبابايا إله وجهه سمويني له الحكم وإليه ترجعون حون كإلهي باسكالي حقي سال الله النقاني إلا ملكه وبقوه فسري كل إلا وجهه إلا ملكه إلهي ملكي سوحانهين أرنوا بابايا ملكي ابن آدم أرنوا بابي ويقال وحال يري إلا ما أريد به وجه الله إلهي وجهي سوحي اللي ألجي إذا ما يوحي كأرنوا بابايا ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكروي وعلى روحي إلهي أن ألجي إذا أرنوا بابايا وأما الرياء أما الصمعة أما وعلى الأساس وكل أدون اللي ألجي إذا وقال مجاهد حويري فعميت عليهم الأنباء الحجج حجوين كباكا إشكال قليو يركي وايين وكأن بيلين انتاسو سورة القصصنا كوغو نافي سورة ضلبي نصيب كدو قار وحابة جرابة أم حبابة لشيك دولي مركا قار آية حديث الوشيغي يقار تفسير كرب ضلقة تفسيري هل صدر ينص انتاسي كل ما تقصص وذوقتين انتا إدنت ضايب حق مفرداتك مياه مسوي وصعوي صعطاء صرد هوي صعطاي وهي وصعطابي والمشنا بروح بلنكس صعطاء باب في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت نبي محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام ما هنونين يسيت ما هنونين كرتيت هداية توفيق وافتشنتا من أحببت قفك ذلك لا تشعلات هداية ولكن الله إلهي با يهدي هنون من يشاء وقفك دونه هداية على الله قيب يوم هداية الدلالة هداية توفيق ويان نبي عليه السلام مركا للي وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم جدك مستقيم كانت كتو سينيسا هداية البيان والإرشاد والدلالة وي وتصي دادك وضوع الدين وي لكن قلبك إنه هداية ذي قشو وضموها إجابة الله إمادان وعي الرميان أنون كاس إلهي كعندي سيكو جرتاوي ولكن الله يهدي من يشاء قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة الدينار عن الزهري قال أخبرني سعيد المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب وضيقي أبا طالب هاي نبقى ذير كيسها أننا نبقى أورونا إلى الانجري دفاع جري كوريي لأن هذا نوحوها إن كان كل عضي حق الدين تبك لك في ريو نصيب الآن كل انتيبوها وإيمان يا إسلامي مكو مونا ديبانين قال لما كل انتي لما حضرت ملكي كسا حاضرت أبا طالب الوفاة قيري دي ملكي كسا حاضرت جاءه وحاوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بضنبه الله هذا لي بل هذا آخر الرمق حالته قدام بيسا فرصة إنه هرية إنكره فوجد وحوه عنده أكتيس أبو جهل قال كأبو جهل وعبد الله بن أبي وعبد الله بن أبي أمية من المغيرة ومركا قالها وإسلامي لما راسه أكفر لذا أبو جهل يا عبد الله بن أبي أمية من المغيرة أيو أكتوضك هرية فقال وحوه أي عم أكفر ديان أبو ضارب أكفر ديان
نبي عليه السلام بوحي أي عمي أديرو قل وحاتر هذا لا إله إلا الله كلمة كلمة ديده أحاج أو حاج لك أن كوجد هذا بها كلمة داس عند الله كلمة عن دوده إلى أكتيس كعك دوده عنده إلى كلمة داس وكون هذا يو شفاعة هذا إجا أقبل عنده بل يجو هذا فقال أبو جهل بوحي وعبد الله بن أبي أمية وحين البدء أضي أترغب موحدنا عن ملة عبد المطلب عبد المطلب من الذي سي دينتي سي آبها دينتي ميادنا عيسى أيوير حاويان ودقنك إليهين ذاتك آن حقا إيا دينتا أو غالين إيه آذاذا إيو دقنك دقنك كودقن مركا آبها ميا بعد الخصوق نائيو ما دقيدي لسوق الربا ساعة هايو وحاصو نن وحاويان وحكي جرمالي حق وحق بادل وبادل دينتا مركا لغوش يغا يالربين لقاتمو يين آبا إيو أوتونا أرنتو أما تهالو مركا أن ترغبوا عملة عبد المطلب عبد المطلب دين تي سميان عيسى نينك وحو وطو أباه عبد المطلب من سنين فلم يزل كمزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها إنه مدقى كلمة قيمة أبدا عليها أبا طالب أولي لا إله إلا الله ده ويعيدانها يقول يكوع العلين أيان بتلك المقالة أراه ذا حن يكوع العلين أيان نريهين وجدنا أباهنا كتين أبا ياشار واحد كهش شيء يوحي أبوه كسوه قال يا أباها أكتين ويلك عند الأدس حتى قال أبو طالب لا أكير هذا آخر ما كلمهم هذا الأولى هذا الوحي قد به على ملة عبد المطلب وحنكسقنا هاي عبد المطلب دين تيسية من الذي سبب كنت جاي قال لي ما دي شركي قال كذا كنت تبير وحي قد به أبو طالب وكل أنت تاسيت قال لي ما كنت لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شفاعة خاص كؤه أبو طالب وأه تخفيف العذاب منه إن عذابك لا قفض ذي يا إلهي أوقل هذي نار تبرتن كذا ميل سو كجرا إلهي سبحانه وتعالى أوقل هذي إن لا صوت ويه أمل إرف كذا لكنه دخل ضبة هل كاس رئيس مقالة ذا لقط الله صار ومسكح ذي زهور إيسا أسوأ النبي صلى الله عليه وسلم يير مركو أهل النار لكن أهل النار كميت كنار تقفض ويان وحنا سكوار كده أنا أما سكوار كابا إنه أهل النار كوع عذاب كل يه بسكوار كا وابا وادي ذا ان يقول لا اله الا الله لا اله الا الله ينود وادي ذي وقد اطبع وحيلي ابو طالب اسلامي هو سالم اقول انت حديث البخاري بادي ذا انو ننكاسي قال ما قل انتي بونا كعط وابا وادي ذا ان يقول انو يراهدو لا اله الا الله وادي ذي قال وحير قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحير لا استغفرن لك دمي دافا كويدين او كويدين الهي من دمي داف كويدين ما لم انهى عنك حق انت ليك الريبن انت ليك الريبن ليك النهيين انه ان الهي وكو دمي دافا كو توغي او كو بري ولا ريبه فانزل الله الهي بسودج ما كان للنبي النبي مناسبه وما والذين امنوا يكونوا مؤمنين تا لوما اوغلو ان يستغفروا للمشركين قالوا إلهي أشريكي يشاو كل من تقال لما إنه استغفاري دميلا في ويديان قرابة ضبع هذاني حتى قرابة ضبع هاته ومدعين كرتين إلهي ندميلا في مويدين كرتين قف قال لما كل انتهي وأنزل الله في أبي طالب أبو طالب إلهي حالك سنة وسيقارة أيها لو سدتش النبي عليه السلام وفقال للرسول الله رسولك إلهي وحو نبي إلهي كل سبحانه وتعالى إنك هذه نبي محمد ولا تهدي من أحببت قفت على تمها نونين كرتين ولكن الله إلهي با يهدي نورين هنونين آية من يشاء وقفك دور إلهي با هنونين سبحانه وتعالى هذه ما أرطي محبة هذه تعالك هذا ما أها ودى سمريهد بليل رسولك صلى الله عليه وسلم ودى مريهد أدوليه نبي عليه السلام ود وددك جنك قليئو هدائية هنون وقفك قليئو كربوين وقف لباتهي ستي ومن الله لك قدع وكقاضو الرماسي يعني تنو كراد إليه أبو ضالب وهنون كقلبه كقلين له الكاهداية الله بأسكال سبحانه وتعالى وقال ابن عباس مفردات كيف يكون نغذي سورة القصص أولي القوة لفظ غاس وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة قارون إن لي رأى ذلك الشيكيري إن قارون من قوم موسى موسى قوم كيسبوها نبي موسى عليه الصلاة والسلام قوم كيسبوها لكن حبوا مطر إنه قوم كيسيها أما المدار أما يسكو قوس أيها هين حبوا مطر قال بوها حبوا مطر إن مركب موسى أسونا تاني لم يتهي قوم فلان بانها يريه بالبانها حبوا كوتر ميس هذه واحدة رئيس قارون بوحالي لقوم موسى بوها حبوا كوتروي يعني كون كذا شيء ويقوس كيسب على قوضة طيب أول مركب أي وحالة شيء كي حولها هي هنتذ نك إلهي كنوس تيسة يوح حوله أولياء هي فرياش اللي قفروا وحي عصلين يسا جماعة دم أي عصلين يسايو إنه قاضان
أيوة لا يسكتها وافريه كريه لا تر أول القوة لا يرفعها العصبة جماعة نبا كرو قادي كريم من الرجال رجع كمدة فريه لا تنو ولا تثقل وحوس لا تثقل وحوس لا ريسة أوليس درت هذا لا قادي كريم جماعة نبا فرياشي فارقة لفظها فارقة مؤيمن وأصبح فؤاد أم موسى فارقة نبي الله موسى هو يدي سمركي أي كتور تيلمه يرى موسى ير أنت أي كده حريد داي سنتوقي بدك كده حريد داي وإلهي أمرك أو كأمري أو ساي شيء قلبي جاذب على هذا الله وحي كجري وحور نقد قلبي موسى هو يديس فارقا متكمرا وحكستا إلا من ذكر موسى موسى شاقد ديس يا حسوس تيس مويا وحكلا قلبي جاذب كبجر شيء كلو يكول بهاري عنط يبي يبات ينور الكلا يدقن كلا يكول بهاري مجرته موسى حاجة قدام به ويلكي موسى حاجة قدام به يا ويل كيسي والبهار كيسي ما قلبي جاذب كجر وحي كلونا فارق بقلبي جاذب كيه الفرحين أو هو يهدي هو يحرون كذا وتقرنس الفرحين لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين اللي ويان قارون أو كبري بالله الله هذا لا يا ولا ليه هاي ممن أنت بالله الله وراء فرح وراء كبر وراء قاق نعم هذا ربي بقى كسيه وكو قال الله يستي قاق نسكنا فيها مرحا لا إلهي ما تشعل كوا فرحين المرحين اللي فرحين وحقوق فس المرحين كوا مرح مرح هو تبختر كي كبر كحرية كبر كوي يقف كي إنه فرح كبر وفرحه قصيه موسى هو يدي با وحي لها ليس ولاشيس موسى هو يلاشي على ذا قصيه أرض بالرارع أو راد كيسي قاط أو بالدبقل أو بيش قدن بيقو اتبعي أثره موسى راد كيسي انت ترى عضا بلاش قدن بيسوقو إلا الدلي إنكالي فرعون وعروت الله إياه إنو قعنت أقل أو الدلي إنكالي وقد يكون إنو يهيب لغاية واللفذي قاس قصيه با لما معنى لي بمعنى تقصي الآثار وحلا دبقل أو الراد قاضو هي من القصة قصة الكلام هذا لقى قصة لقى شكيه وقد يكون إنه يهنا وادع كرتاي يقص الكلام هذا الكلام قصة ضي هذا لقى قصة ضي إنه يهنا وادع كرتاي بل أرضه قصة قصة بركا إنه قصيه ذا بمعنى قصة ونقوم هذا أي دليل كنا وحيل نحن نقص عليك آيات داس وسود الشري بمعنى أننا كوك قصة إنه كوك ربعنا وحيد حي كعش كنن الله وضاي ما هذا بمعنى اتباع الآثار معها لبعض معنوم مركلي هاي لكن معناها هرية قصيه ذا إن لو لجده اتبعي أثره رأت كيس الراع وكذا بقل وماشو كدن بيسو فيري تاسي كده ذا يضا عن جنوب قبل دي ويتكتاي رادن بي بالله ذا يوم ركاسي فبصرت به عن جنوب ميل فق بي كاركتاي ساقي ألغوتو بسي يلسقوه ما هذي عن جنوب تاس عن بعد بالغوفة السيري ميل فق بي كفيري سي كاركت وعن جنابة واحد جنوب إيا جنابة واحد نسكمد ويان وعن اجتناب أيضنا أيضا واسد وكلا اجتناب ابتعاد ويان ما دلس حق أهم الله هذه وسمي الجنوب جنوبا لأنه يبتعد عن كثير من العبادات وبعض العبادات كميدو كفو قهن صلاة إيا مسجد لفريستي إيا قرآن لآخرية إيا جنوب ساس الله مقعابي ويبدشو لبداس يبدشو أول جذو يفعلوا الوكلاء كانوا سكوميد ويان بكله فلما أنا أراد أن يبدشا فلما أنا أراد مركو دواني موسى عليه السلام إنه قبط متك عذو ولا بض ضبوها أيو كنا عسكها يوهي لنا يا أفل بدي الواقعي وصرت فشري شلينك وكف جيا كدلي أيو شعري مركا يبدشو بكله واسكوميد يا تأمرون مركا نين وناكسن با اسو دغاي موسى عليه السلام مركي وركي سي وفافاي مكا سو وحو يير موسى وان الملائكه تمرون بك دتكي با كو تشنايا يتشاورون ويكو تشنايان واديا وركاد لهايي عرر وكي عرر ارض مدين وعرري العدوان والعداء والتعدي واحد واسكمت فلا عدوان علي دي مركو شعيب ولا غلا هيشيسكا او بلان اي اغريميد ولا غلا أو يري وحان ربا أنهم كحك حدمنا تيها تي على أنت جونا ثمانية حجج هذا طبعاً أبو عيسانة وحبا ما لها أذيك قوتها الله مركا سوو حو يري لبدا أجل مدكي آن لبدا مدآن لا إما هذا إنا سيداد سنة أنا يكون راعي إنا طبعاً أغادقي لبدا بفلا عدوان علي مدكا سمايه هذا بقى لقوع الليتين مهيو لقوع إذن مهيو العدوان والعداء والتعدي واحد واسكو مد آنسا من جانب طور نارا نبي موسى عليه السلام وسو قدومي ayaa wuxuu arkay jabal wadur dhinaceeda wax ka iftiimaaya nur anasa macna absara baa lagu fasiray wuxuu arkay wey al jadwa oo jadwatan waha min annar la'allakum tasaluna kilaha jadwa qid'a qabal yar oo galiida adag oo min al khashabi geed ah ama muxuu aha xaba
ليس فيها لهيب أن أولى اللحين أيا وحال إلى هذا جذوة جذوة أيا إلى هذا وحاني كينا يا قرية نحولة ضبها ني كيني ساد أو مارتي كل أحدان سلعلك تصدروا ساد كل أحدان ساد كل أحدان والشهاب والشهاب كنا فيه اللهيب شهابك يا وكلا قاضا يا وحال إلى هذا جذوة جذوة هو جيت أما حارة نحول دبا أفكا كله وأن أولى لهين أولى اللحين شهاب كنا أولى البيوضتها وشهاب فيه اللهيب أولى الأيلة هاي تذكر ليه أولى البيلة هاي ألقى محاين يقول حقا يا الحياة من يحقا نسخ دقار تصدلون تستدفئون مقر نسخ دقار تصدلون تستدفئون ما يلقى لا يقول لك إمان دمتاي لعلك تصدلون فصير يا تستدفئون وإنات كل أحدام أيال أركاي مصغد قار مركا والحياة انت اللقارين كأنها جان من بيكهر مريين آيات بيكهر مريين كأنها أشي النبي موسى عليه السلام كله قرية وحاد مودا جان مصبد مودا وهي في آية أخرى آيات كلنا حية تصعب علي في سورة ضاها حية تنا وحالي لجان مركا سبحان يضو كرتها يرتين جان بلدها مركا ويتانا حية مركا على أشي مركا وروي رومنات وحي نقطة مسجر ومن وكله كدب ننتهي بلارتي وبلارتي وانت سؤدين يا لتي بيوحي ونما اللغضي مركا حيو تسعى مركا سوء حكي هكا مركو مرايو نسخ دقار بساق ريسة كأنها جان باقوة ريسة وهي في آية أخرى حية تسعى مركا ساو حالي والحياة أجناس والحياة أبي سوينك يمسسكو أجناس وقيبو قيبوي وانت سوى قيبو قيب سمان الجان كودي والافاعي والاساود انت بوالي هذا افاعي جمع افعى اساود ومد مدو وين بلدها اساود ثعبان ايو حي ايو انت لو واجرت ايضا القران قالو شيء ردءا لفظ راس ردءا فارسله معي ردءا يصدقني موسى الهي كبر يا ايه انه ولالكيس موسى اوغدغو مد معي سوه معينه قربه سو الربيع وقرب يستوى رنتي وجرى ذو تعقيبين ردان بكوفة سرى يا معينا بكوفة سرى مد إيه كلمة يا وقرب ينوضه قال ابن عباس ما وحير يصدقوني سو يقول الربيع وقال غير وحير سنشد عضودك سنشد ذي أيو فسرى يا وحير سنعينك وأنكو كلمة هنا وقرب كذا كذا جانا يا قاشا نكلي رهارون ولا لك قرب كذا كذا جانا إنه كو كلمة يو كلما عززت مر الله على مركز أتكيسو شيئا شيئا هذا أتكيسو فقد جعلت الله وحاتك نكتي عدودا ما أسميسي شيء قد أتكيسي وحالنا عدودا رشود لك عدودك عدود هذه يحوق هذا انقرب يكون حجرين أو انقرب بانك أقرب أن يمعين وحاتك أتكيسي نبا عدود لها مقبوحين لفظ يقول مقبوحين أبو كوفة سيري ويوم القيامة هم من المقبوحين ما أنت قيامة قاردو وأكون لها لاغي بكوفة سيري دونا مقبوحين مهلكين لها لاغي قبحي باقول لعي إيا فقان رحمة الله كفقادين أيضا وفصل وصلنا لفظ قاس ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون وصلنا بمعنى بينا ورعد ان يقولك واتمناه ورعد ما يستري وحكم قال ماله يجبى لفظ قاس يجبى 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 اليه ثمرات كل شيء يجبى يجلبه الله سو الله سو جيد مرا ادونك جيرتو دما مكا يا مكا لسكو كينيا او انت سو مرا وانا اقولن اركين با يا مكا كو اركي وحكم بحنا ماله او بيرا ملها إلهي مركا وعدي سي يبوه ويبوه ايو دعاء النبي الله إبراهيم الأقبل كلا أقبلي أي مرأة ناس كوي ماذين ثمرات كل شيء طيب بضرت وكما هلكنا من قرية بضرت معيشتها بضرت أشرت يكون فسري أشرت يعني قوقضي بضنا في أمها رسولا حتى يبعث في أمها الرسولا يعني إلهو كسو صارو قرية إلهي مهلا إلى أمها وكسس الرسولة أم القرى باللجدة وما حولها بكره مكة أي أم القرى اللي إلهي هذا قروين كوننه يدود يوما حولها قرر كذا إلى الرسول الله صار إلهي لك ماي تكن لفظي قاس وربك يعلم ما تكن صدورهم ربك أبا يقانو أك وحا أي قرين يسو حبط كوضا دادك ربي ما قررنا يلا صعودا تخفي بكو مفسر وحا أي قرين يسو أكننت الشيء أباضه شيء بان قرية أخفيته وان قرية وكننت وذات راهنا ايضا واسكمه اخفيته واظهرته لبدا وين نقطا او هدي اتراهدو كننت شيئا وحين نقنيس لفظي من الاداد وحالي لهذا
هل لفظي أو لما معنوا إسكسوا هرجيد الله استعماله هذا أخفيته وان قريي ما حكسوا هرجيد أظهرته وان وجيه كسوا هرجيد لما ضروح الله استعماله أكرمته بالله استعماله أيو كليه وأداد بالير هذا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر قارون مكوي بركة بركة هرييري أساقوا ليت لنا مثل ما قارون وهيستوك لما نهل مركي الدنبي اللي هلاقي على الباب اللوضي حيلي ويكأن الله مثله وحي لم يتهي ألم ترى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر مياذا أغين إلهي إنه يبسط الرزق رزق في ذيه لمن يشاء قفكو دونه ويقدر قفكو دونه وعليل قليه وحكوه فسر يوسع عليه يبسط ذي التفسير كذوي ويضيق عليه ويقدر ذي بلغو فسري يوسع عليه قفكو الرب إلهي يوسع يا رزاق ده قفكو الرب وعليل وقعده وكعليلياه ما أقول حبيب انت بقعد اشادي وشط كما قرأ تأجري وكوا بس بس هذا سواء فرنسا حوي مسخلا جرتي كوين ماها باب في قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إلهي النبي محمد بشارة سيرايا وبشارة نايا وعلى قصار مكة مكساو حالي إن الذي فرض عليك القرآن الله القرآن كقوسه دجيء وقوسه علين دونا ماشي أتكب حضا مكال مكرمة دب قوسه علين دونا تفسير أو تفاسير تي هذا كميلة كميت ولو فسرها إلى معاد إلى مكة المكرمة فرض باس ببعنا أنزل ولو فسري إن الذي فرض عليك الحلال والحرام والأحكام في القرآن الله كوفر ذي الأحكام فربضاً وقرآن كه الله سهل رادك إلى معاد قوسه علين دونا حدثنا محمد بن المقاتل قال أخبرنا يعلى يعلم بن عبيدوي يعلم بن عبيد الضنافسي قال حدثنا سفيان العسفري سفيان بن دينار بلدها سفيان كم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما لرادك إلى معاد آية داس قال إلى مكة مكة لولا جيدا وكوكس عرين دونا وانا سيدات سنة مكو كم مغنى سنة كيشديات بكو صور نغضي ومكة المكرن عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين تسوكش سورة العنكبوت قال مجاهد وحجر مجاهد بن جبري مستبصرين أيضا سوف سرايا فسدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وحيا هذين هو أجيدة ضلال كي بعضين نمذي أي كل عين وأجيدان وين إسلقوا ميين وين إسلقوا ميين مركب مستبصرين ضلال بكو فسري كوا ضلال أو بعضي أو ويان هذا بعضين نمذي بعضين نمذي هذا بيسلقوا ميين وقال غيره بركة قار تفسير توس كه كوما فسرايا تصير يقضد بان وتقديرات يحب باهن أيوك هو فصيري وقال غيره مجاهد غير كي أو مفصيرين توحيدهن الحيوان والحي واحد واسكمت وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان لو كانوا يعلمون دارت دار الآخرة اللي يراد آخرة جنة ضعه تاسا دار لغن ولا ضعه هذي أقول لهايين اللي هي الحيوان الحيوان والحي واحد واسكمت من لغن ولا من داسا فلا يعلم أن الله أيضا سقوف السرايا فلا يعلم أن الله الذين آمنوا ولا يعلم أن المنافقين إلهي أجاده هذا وحلا جيدا بكلها علم الله ذلك إلهي وأجيهيبا مؤمن يا منافق إلهي وأكل يقانا وأنا أجيهي إنما هي معناها أيضا وحوية بمنزلة فليميز الله أكلوي إلهي ينوك الصاعه أوضتك أموجيه مؤمن كي منافق يا امتحانات با إيمان ورسول حجرا لكن وحاجر توحمو منك المنافق لوك لصاري أو وكمية هالجهات كفي سبيل الله مرك الله الله يي مرك الله رب حي منافق سو بتكلوا جلا يا وعرا يا وحكلوا الإيمان مو منك لو حويان وتعين يا وعدي يبوه إله سبحانه وتعالى أي رميسين يا هاي طيب كقوله تعالى وكلويان ليميز الله الخبيث من الطيب وكله إلهي خبيث كي طيب كي يكل السوء يا أثقالا مع أثقالهم أوزارا عريسيو إنا يحنباران مع أوزارهم ذنوبتو ذي أي أول بوتين إنا الذنوب كلا أي كدر صدان أفو حمضا يا هذا الله يا وحي سمينا يان يا دنبي كلا لو غسي لو سيدو سارا يا سورة الروم فلا يربو لفظ قص فلا يربو وما أتيتم من ربا ليربو وفي أموال الناس فلا يربو عند الله وعي الربا الله ما تان وضربتان حولين إنا كبلاتو ليربو في أموال الناس بس زيادة ربا وحبا كوكو ريد ما يستوي فلا يربو
من أعضابك هو كل وتوجيه كان تفسير معها ولفظي كان هو معنوي معنى قدوي علي من أعطاها قفك حول بحية أو قف بودينسي يبتغي وحونا كطل بايا قفك ودين تسيي أفضل وح كبدا وحو سيب وكطل بي فلا أجر له فيها أجر كهري ماهي دين تبيعي أجر كهري ماهي محايري كبدا مكقاطي بلا دنبي وين كبيرة أو الرباء يكون عاي حول الدين وسيي حولي بمرك كبدا مكربا مرك فلا يربو عند الله ذي ويان إلى يكتيس وح زيادة وكهري مجرته أجر يثراب كهري مجد. وقال مجاهد وحيري يحبرون لفظ قاسو فسرايا فما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبر مؤمنين ته عمل إلهي رمي عمل صالح جنة أي يحبرون يرعمون بكو فسر جنة لو نعمنا يا أو يكبر واقعي هذه النعمة يا داسي يا يكون حجران يمهدون أبو هذا نكوس وقاتل لفظ قاس ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون عمل صالح قف كلي ماذا نفتي سوء موقق لذي نفتي سوء موقق لذي وماش وقبرك إيو آخرة أبدقي لها أمو سيحة لنا إياه مركب حقوق فصري يصورون المضاجعة ماشي أي ساحة الله أيام بيستمان أيام يقوق فصري أسايد أنت يسوي إنو هقاقه مؤمن صالح النقضة الودقة فترى الودقة يخرج أو كلاوي يخرج من خلاله الودقة وحقوق فصري المضر روب كوي روب كما حقوق صبح حياة ضرورها لالاب كوي كصبح حياة قال ابن عباس عبد الله ابن عباس وحير هل لكم مما ملكت أيمانكم آية داسو فصري وحي حولي آيات داسي وحي كهل ليسا في الآلهة بكهل ليسا هل لكم من ملك الأيمانكم وحي كهل ليسا خسيسا وكساب سنتهي في الآلهة أصنام تأي عابدان قال هذا إيه وفيه إلهي خالق آي كونكو نان أبوري لبراسا مثل يتصال لغا بحيي وحالغا تساليي نمن كان إلهي غير كي عابدا يا سبحانه وتعالى عباده كالصينايا يا وحال ليه بلسود دوالا إلهي خلقي ودن اسكلا هاباد شريك وسميسان سوما ها إذن كلفتركينا حوليهن آلاذيهن موقشيهن الدومها آلاذيهن إن يقول الشركوبان أو أي شركة وضعهاتان أو هداد ما أتكبق يسو إنو نحلو ما دعي كرتها وامايا كل هدي أدون كاذب إنو كل شركوبة حولها كل يشاء ديدان تضعو قلين خلقي ودن عليه اسكا أبو ري لها إذ أدون كاللوها سيد مركب مخلوقي سقيب كمدة العبادة أولو ذا جسين أيها الوعي بنايا أدوميهن يبين شركوا ذان وح إلهي وذا كرك ليه يا الذين أنا قاعد أسقلو أدومه ويكون وذان نحن نمد حلايا ذان بنانا الذين مرك إلهي سبحانه وتعالى سيد ولا شركوا ولا شرك يصير أما شركوا قال لك تن مخلوقيس لا رب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء ما وقشين تخافونهم كخيفتكم أنفسكم مرك دي متانا تبقى إنسان إن حلان وسيد ذيك إسكوا إسكوا حشان حرتة أما ذات كنا كنا إسكوا حشان وكله إن إني حلان تبقى إنسان ما دعك أرتوا مايا ما أقولين يعني دحلان ضاد متان عبسك بقبطان سأدرت المركة إلهي سبحانه وتعالى سيد ولا بارت وذا جسد مخلوق سقب أولي هاي الله حقسيس ورقة أولي هاي آيات داس وحكاها ليس هل لكم مما ملك الإيمانكم في الآلهة أصنام تعبد أيان إيو وفيه داس سبحانه وفي حق الله إلهي حق يسوع سبحانه وتعالى وفيه في الله وحال تخافونهم أن يرثوكم إن دحلان وهذا القابر ومختصر القابوي هذا الكلام وحكب قيسان إنا إن دحلان كما يرث بعضكم بعضا الدوميه إن إنا مدعي كرتا حولها يكلوا ذاقان أو أسترا واربع ونهضوا عدباته أمو كل دحلان أنا عمسيك قبته وأما يا ساسو كلامك هو يا إلهي سيد مخلوقي إذن كي أدومها وضعها يا حولها إلهي أوض إليه سبحانه وتعالى الدوميه إن إلهي شركات من قنكر سيد إلهي ملك شريك وقصة ما يسوي سيد إلهي شريك وقصة ما يسوي يسدعون يوم إذن يسدعون معلين تاقيامه يددكو يسدعون يتفرقون كلا تجي دونان أو قف والبابرين على عرار الدورة يوم إذا يصدرون الناس أشتاتا وكلوي يصدرون الناس أشتاتا اللي يروا أعمالهم ما أنت قيام ذاتكو أي صوف فليان ومركزاني والعمل كيسي ينو أركو مركز يصدعون أي يتفرقون أي كلا تجي فاسدع با أيضنا سلاسة وكلاء أيات كلو ويا فاسدع بما تومر وأعرض المشركين اسدع حق موجي أو بعض الكي حق كلا فرقي فاسدع كلا فرقي وكلا جه حق يا باطل وحق ما شاء كنت ضرر هل اركو باطل كان عضاض وقال غيره غير كسبا وحير ابن عباس باو دنبيه ابن عباس غير كعلماء المفسرين يتابعين تلك ويحيلين ضعف يا ضعف اللغه تار ولا بلقه لما لقه صح وجروي هذا ضعف تراده هذا ضعف تراده اسكو ميد ويا مكره ايدي بمركه كو فسر هذا تفسيركم ما شيغين لين رفقاس ضعف يا ضعف اسكو ميد يهي امكو شيغاي
الذي الله الذي خلقكم من ضعف إلهي والله إن أبو ري ضعيف نيمو إذك ضعيفة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة مركا ضعفا يا ضعفا لا بلا سوا لا بقرأ جرت ويا بكله مشهورة ومتواترة اسكو مدوي حق اللغة هنا واسكو مد وقال مجاهد باوحيري الصوء الإساءة جزاء المسيئين ثم كان عاقبة الذين أساءوا الصوء أن كذبوا بآيات الله دي أساءوا الصوء كوي عربتوا وحي نقطة حمان تسميهي الصوء حمان بين نقطة عربتوا دي كوي حمان تسميهي عربتوا دي محي نقطة الصوء حمان ما كتيبه فصيره يا معنى قوت وحقوله الإساءة حمان تسيدي ذوبة جزاء المسيئين كوا حمان تسمية جزهو ذي أبال كوذوي إلا حمايه وحمان النار يا لكلمان وجزاء المسيئين كوا حمان تسمية أبال كوذي جزهو ذوي حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا مسؤول بن معتمر والأعمى سليمان عن أبي ضحى مسلم بن الصبيح عن سرق بن الأجدع قال بينما الرجل النن ويحدث شاكيني في كندة كنداء ماشي اللي يراه هذا وما الكوفة كتالة كنددو وقد قصونا يعني قصيوا هاي وقد شيء شيء واحد يفقال يري يجيء وحيمان دون الدخان قيق يوم القيامة ما أنت قيام فيأخذه حقوان دون بأسماع المنافقين منافقين تدقوا كقاد دون يا مغلق وأبصارهم أرقنا وكرد دون إن الآن يدقلام كرد دون يأخذ المؤمن قفك مؤمن كان قيقا سوى حقوقا كهية الزكام سيدا هرقا وكلاء مؤمنين لكن هرقا بهان يحقوا حساسية أمبو كنقن إيه منافقين تدقها تري أو إنها تري تسوق شكينا يا يوم تتسم بدخان مبين بمرك كاظا يا ما أنت إيمان دون قيق مبينة وحليه هو قيق إيمان دون قيامها ولي مدعين وصاص عضاء منافقين تدقها ينوه تري مؤمنين تنا هرق بهان بوقا من هرق بهان مركز سيفة فزعنا أرقق حني بولي مسروق فأتيت ابن مسعود نكال وركيسة وورق غريبة أولا ما قل وحاني وشيغي فأتيت ابن مسعود عبد الله بن مسعود بانو إيمان وكان متكيا مركان إيمان واد دنقيقي هدان هذا الكو شاقني فقلب وعرضه فجلس فريزي فقال وحجر من علم قفك وحقران فليقول وحقران هكو هذا الله ومن لم يعلم قفك أن قرانين فليقول هل يرى الله أعلم الله أعلم أكو دائق الله أعلم له فإن من العلم علمه وحاكمه أن يقول إنه يرى هذا قفك لما لا يعلم وحونا قرانين لا أعلم إنه يرى ما الله أعلم يرى هذا علمه كميته هاي أوحكا مغنابات أغاني سايو وحباد راتانو والغوفة إيدينو لا أعلم هذا تراه فإن الله قال للنبي نبي سيناه وحكيري قل وحتى هذا نبي محمد وما أسألكم عليه من أجر أجر يؤجرين ويدينوا إن ويديسن مهيو رسالة يدين تنقرسين تهيدا حرائنا ما هو يديسن هاي وما أنا أنيون كبد ميه من المتكلفين كوا إسكلفة إنت اللي إيشيغي اللي يوحي وضعي ما إيشيغي وحان وحي اللي إيشيغي هين إسكو كلفي مهيو إسكا كين كيني مهيو ساسو إلهي نبي جيسا كو يريه قفك محبك قرن يون إسكلفين وإن قريشا قريش أبطأوا على الإسلام أيضا سيدة كتب متفرتق بيوم تاتي السماء بدخان مبين بكهضلي لنك سب النزول كبون الجرنين فهنك آياتك إيا نصوص ترى وحاقب وينك قاتا سبب النزول كنا الجرنيس سيدة كتب من نركه وربا وحوذي سببته وحوية قريش أبضاو وحي كدب عن الإسلام إسلام نمدي مركو نبي قال ميدي بيدح كلاها اللي أصيوا البوالها اللي أميلوا بالله اللي ويكهر إسلام نمدي ويكدب لعين فدعا عليهم النبي ونبي هباري عليه السلام فقال وحكوير اللهم أعني عليهم إيجا كلمة بسبع تضرب السنة أو كسبع يوسف نبي يوسف تضرب ذي السنة أو كلاه تضرب ذي السنة نبي يوسف قوم كيس تلوش داعي كذب دين أسق الله بعدي ومجيله مكان ذي سي قدر كيسي عدالة ذي سي يا قنت سي معرفة ذي سي سدا صاكر وحي واقون صدان وهرد وعي تلبها صادقتان أو أبارة إلى كسيدة كسبع يوسف فأخذت محاقود على سنة سنة أبارة سنة أبارة دين الرق ولا شد كود على كوابزت حتى هلكوا وهلك سمين فيها سنة كذا ضل ما كهلك سما كدنتي مجاعية قاتشي يا باردرت وأهل وأكلوا الميتة بختي جبا عنا واللي العظام يلا فيه بختي يو لفيه بالله عنا قاتشي درت واحد عنا ولا قادة لهواي ويرى الرجل نبا وحوار كدين ما بين السماء عركي والأرض روك أنت وده حيسة هذو في ركية الدخان قيقة وكل واركي قاتشي ده هيسميها مقيق عركي أو يبدلها أبارت درت يسكون بدليها مرلك واحد كك عاية بخار يقيقها قيق بعد عاية أبارت ضيأ وضراته وحوى الباب وحوى فول حمانايا فجاءوا أبو سفيان أبو سفيان أمرك قال لقى كروا إسلامي ماذا إنه مار تقاطه قال إنه هجامي وابا يمت وايزقرتي وايزقرتي فقال وحوير يا محمد جيت وحام نارتمد تامرنا أضان فرايا بسنة الرحمي قرابة حريرين تيدا أياد أتمد وتنوان حريرين يا محل حريريو وإن قومك قومك هذه قرابة هذه قد هلكوا ويهلك سمين أبا أربا كنا عضي أذينا واحد نحجوك تها نودعي فدعو الله إلهي نابري وأقيهي
إنه النبي عليه الصلاة والسلام نبي حق إياه ووركيس إلهي أقبل إياه ورن له إياه كبر إياه جحد إياه ديدو إياه إيسا فادعوا الله مركزوا إلهي بريا النبي عليه السلام أسكغن حريستي روف رحيم بها حريستا وحبا كبح لي أبارت ما كبح لي فقرأ وحو أقري عبد الله بن مسعود أيضا أرقى سوى دليشنا فارتقب سك مركز يتبت يوم تاتي السماء بالدخان المبين مع أن تقيق عد أمامارت مبينة ظاهرة مغضة سمد حق هذا اي كيمان وكيمان دون ما انت اكادي لسو الى قولي عايدون ويكون نقن دونان هدي لغا فايدة عذاب كان يوحن يا بارتنا ويكون نقن دونان ايه فيكشفوا من لغا فايدة عذاب كان الدنيا ما انت هيست هدي لغا فايدة كوا لغا فايدة نبا جره فيكشفوا من لغا فايدة عنهم العذاب عنهم حقوا ذا عذاب الاخرة اخرة عذاب كذا من لغا فايدة اذا جاء اخرة عذاب كذا هدو يماذ ثم عادوا الى كفر لمن كعبادة يمكي إله الرابك وسيئي أو إله الرابك كأي نباتات لقفة يدي عادوا حيكون الله بتاني إلى كفرهم إنكم عايدون أمر كورو لسير واتكونوا قندون تان سيدي بين قطي عادوا إلى كفرهم آيادوا سيدنا كهى اللي سايا وحنا عي أو الله صامر يا قريش أو أبار كنا على يو إنها دران دري أبار دران ديد أو قيق بدو أركي قال الله صلى الله عليه وسلم يا قيق بإيمان دونه منافقين تي نقو يدهو تري دونه يا مؤمنين تنهرق بكل دي دونه وحجر ما أبو له عبد الله مسعود فذلك قوله تعالى يوم نبطش البشة الكبرى ما أنت أن قبنت أن قبشة وين يوم بدروي وأقرجل الله يتضواتك واللزامنا فسوف يكون لزاما لزام بإيمان دون يوم بدر بهذا وأكون لقغبتي تضوات البلد لو بشري لزام كنا وقغبشة دوي ألف لام غريبة الروم أيضنا وإيمان دون ويهدي هنا وإيمانته وين عضي إلى سيغلبوا لا يجار والروم قد مضى روم نتكتك وإن روم تلقات كذا أو ريفارس أكاد كذين هذانا فارس لقاعد كهذا ووحمار تيدون دعليوي بعد دعليوي يان أو على ديك الووحي ما ندور مركب قصص كقرآن كا قارة ووح تجي أو نصو قد بيوي أو نصو نافي قارة وح صو صعضة يو كهلا يا يو إيمان دونا آخر زمان كي قيامها إيه رماز وح صو صعضوي مركب وح تجي نصو نافي يو وح صو صعضة كديجانين كاسي سببته الوح ويان عدم علمه بسبب نزول الآية آية سببته كسر دكتور الجرمين بقى بابا في قوله تعالى لا تبديل لخلق الله إلهي أبور كيسا أما الدين الله بقوفة سيري وحب بدلي كرام مالها سو إلهي كونك وابوري أما الدين تيسا أحد بدلي كرام مالي خلق الأولين إن هذا إلا إلا خلق السماء إلا خلق الأولين خلق الأولين بلين دين الأولين كوي هو دين توذيوي قال هذا بأساس ليس دين الأولين والفطرة فطرة وإلهي فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة إلهي وضدك كوابوري الإسلام بلو جيدايو إسلامي ماذا وشي إلهي ضدك كوابوري وإلمان أدور لشو بناك لغمرو قال لما يشركي السلام من ما يستغي هدي لفناك إسلامي ماذا قلت لي والد كيبا اللي حين أيو كنيسة دلاء دي أو مجوز كدقي أو يهود كدقي أو كريستان كدقي هدي كلا أولا دايو وضدك في عن لغا المؤمن بونغن والد كي هدي في عين أقول في عنان مركا إسلامي ماذا وهي فطرة الوشي طيب قال حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي الرواد المروزي أخبرنا عبد الله هو بن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني أبو سلام بن عبد الرحمن الزهري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر ما من مولود المرء عليه مجرت إلا يولد وحاله على الفطرة أصبح فطرة إسلامية الدين صالح يكون لنا يا إلهي وكولي يا خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين أضوما إلى يحباب رجوا حنفاء على دين ملة الحنيفة دين تصنقط كسوان شيطان بالليحيي فأبواه لبذل شيبا يهويدان يهود كدي أو ينسراني النصار يكريستان كدي أو يمجساني مجوس دب عابد كدي كما سيدة تنتج البهيمة نافك حولها يؤرش بهيمة الماء جمعاء لما يستيرانه مالك قوانين هل تحسون ما أركيسان المهن الشي فيها المهن الشي من جدعاء واحدة قوان المهن الشي هو إذي الشي أما براركة أما نحوها وحرتها أما ها طويل أما نرقها تي المهن الشي بطوق صغيري واح فرقة إيا واح مارت هيلة إيا واح مارت العقة إيا واح دلدلالة مقارتين وما يا سلاسة كلوة يعني إسلام كلا فطرهان مركو دلان أيو أصابهم شرك إيا قالمة من نبشاق كلهين أيو دلان ثم يقول وحو أخريا يدا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم دين تتوصى وتص وأصل كعقفك إلهي سبحانه وتعالى خلقيان وابوري كدبنا شريعة وتفاصيل شهدية أحكام تيذ وكبرتي وهدان لقصين والعرق لذين أول نحن اللوغرين وبلا يباس أين أهم بألين وآن لليحنين هل كاسو كتو سيهي سورة اللغمان
سورة دا سورة اللغمان بكسب سنة باء في قوله تعالى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نك اللي كان اللغمان الحكيم يا ويلك يسي الله دردار ما يوحي هاي يا بني لا تشرك بالله ويلك يا إلهي وشريك يالين شركي يا قال ما هلا إيمان إلهي عبادة ديسة وحكى لها لو ذا جنن سوكونك وكالي وابو راي أمامولو عبادنا كالي باسكالي إن الشرك شركي قول ظلم وقرد الرع عظيم وينوي أو وضع شيء في غير موضعه وي إن منعمك نعمويك ولا نسكلها نعمتنا حق يسوي اللي قسقه عبادتنا مالك لا لا ضوء حلا لو ذا جيو قر ماها وظلم يا قرد الرع. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل على حدثنا جرير بن عبد الحميد اللبي عن الأعمى سليمان بن مهران الكاهلي عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية آية المركز سودكت الذين آمنوا ذاتك مؤمنين ولم يلبسوا إيمانهم أن قدر بظلم وحظ ظلم أن قدر أولئك لهم الأمن ومتدون بني كواسا مؤمنين هو أمن ينمت قلنا هيستا أجلنا هنونسان وكوان إيمانك هذا أن شرك يظلم قدر شق أرن كاس مركز مغلين بظلم تاس عموم كاسي كحن بارين مركز شق ذلك على أصحاب الرسول الله صحابة النبي أرن كاويد نبتي وقالوا حيدين أينا متكان نجيبا رسول الله لم يلبس إيمانه إيمان كيسي أن قدر بظلم ظلم أنا قوم مؤمنين يعني هذا الظلم كل عجر ما هذا ما ظلم منه أما نفته أنا ظلم منه حمانت الله سمين ودن يا معاصي ودن بظلمها في غير موضعها ماشي هذه مالا هنا عندك ناية سيامر كان كوبة بادئنا هذا أمن يهداية معنا اللهين. قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحجر إنه ليس بذلك ما هالكاس ظلم هو ظلم دون ظلم يا كفر بدون كفر وقال صامر في كتاب الإيمان بخاري رحمه الله وكسب الله ذي إنه ليس بذلك ماها ماشي لا دين بذلك يا بذلك واسكم معناه ألا تسمع ميينا مقل إلى قول اللقمان لقمان الحكيم نكي حكمة بدناء وصالحة ونكسناء هذا الكيس اللي ابني ويل كيس سوى وعدنا يا أو نصيحينا إن الشرك الله ظلم عظيم كلها سوى ما قرر نيسان شرك ظلم قال قوس لك وكي الشرك قال لماذا ومتك متك منافي للهداية والأمن أمني هي هداية متك يعني اسكم مالا إن إيمانين ومتك شرك قوي كاوي يا متك شرك قوي متك للي هاي ولم يلبس أولئك لهم الأمن الله طيب ولم يلبس إيمانهم بظلم تاس وإن الشرك لظلم عظيم تفسير كذي وحالا مثلا وحالا إذا تفسير القرآن تفسير القرآن بالقرآن قرآن كريم كأه وحوله أقيم سما معاني فرب بضم بالوفة السيرة سيالة بضم بالوفة السيرة متك أقص الرأي وحويان تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة لما نسأقص أقص الرأي وحالا تفسير بالمأثور التفسير بالمأثور بالي هذا إن قرآن قرآن كالوفة السراء ما حديث كالوفة السراء النبي عليه السلام وحية كاس أقصى الرئية كد بودين إيمانا يا أقواشي صحابة يا تابعين تي إيمانا الأقوال اللغة العربية إلى آخره. طيب باب في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة إلهي أكتيس أمبوا هذا ساعة قيامة علمي جيدا قرطة يوضيعي إلهي أمبا قراناي أحد كالو قراناي مجلس حتى ملائكته حتى ملانك بونك أفوفي وحبك بوغ إلى الله شيء. حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وياني عن جرير ابن عبد الحميد الضبي عن أبي يحيى واسمه يحيى بن سعيد الكوفي أبو يحيان أبو حيان بلده كيديسة مشهور كيهي يحيى بن سعيد الكوفي عن أبي زرعة هرم بلدها ابن عمر بن جرير عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان وحوها الرسولك يوما ما بارزة للناس ذاتكو بناك وقو بحي رسولك ميل بناك أيال فريستي ميل يرتاق يكفر رسولك عليه السلام صحابة الأسكوية ما هذي صحابة أصبا بحي مركزه ويدية بل واحد سؤاله إنه يرتاق أما واحد مهانا يسانا ديجر تقول سؤاله بل ويدية ويحي الشواذين صحابة النبي عليه السلام أدو من دي رجل إذ أتاه وحان نبقى أوي من رجل ونبقى أوي من يمشي السعودة مكي سؤال ويدين وين فقال مركزه وحجر رجلك يا رسول الله رسول الله ما الإيمان وإيمان محلي لهذا وأنين غريبة ولا أقولين ماذا بحانا عن وكان ضد مسافر عن وكان سدوا وجه هاي مركي سعد عدي هذه لا في تميز مذوي سواء أثر السفر يعني كم مقنين مقالة عن المدينة اللي سيقانا كوابنا لا تكاد كمن معها ما حقرتها لوي قال مركين وحوها سؤاله سنة غريب باكو بجراي ومركو سؤال ويدي ونبي بقول جوابه صدقت أبو لهي رمبات شكت أي ضلفت كده حالا تعجبك سيك يا كمتها سؤال بو ويدينا يا دنا وقر رمينا يا واقف حيقانا ما كده على غفيري سؤال شنو واقفه وحقون اسكو كان هدي اسكو كان وحبان سؤالي دادك رمبات شكتي لو اسقاذن كرتا ما يهي أي ضلنا قرابة دي هيدو مركا قال وحوي وجبريل أصمر كتاب الإيمان ما ربا مصمر قال وحوي الإيمان وإيمان كنبقى جوابي
أن تؤمن بالله إن إله الرميس هو وملائكته الرميس والرسول الرسول الرميس ولقائه لكلنك على قيامه يا آخر وتؤمن الرميس بالبعث لقائه الله لكلنك يسيني وتؤمن بالبعث بعث الآخر سواصاري الدنباء يا قيامه لسو صاري دون قبري قبرت لسو صاري دون قال حزم الإسلام إسلام محالي هذا إيمانك وأمورت بعضين كي يقف قلبي يسيني عقيدة يسوي إسلام لماذا وحا عقيدة يسد قلبي هذا كجرة حمنا هذا وأين موجيان إسلام لماذا مركا وحا مغضوي وحا مغضى منافق مركا وكوكا بنكرا وكوكا بنكرا إن ظاهر كنتو سكا هجيو يو بعضهم كنا قالما أيو سكا وضاني لكن قفك مؤمن كي نبتها قفك قلبا وقالبا كهجاكسن قلبي كان إيمانك وحرنا كجرة بنان كان عمل كي مارتي وكو إسلام لماذا يبو موجينايا ما الإسلام إسلام محالة دا قال الإسلام أن تعبد الله وإن إله عابده ولا تشرك به شيئا وحول له ولا جن وتقيم الصلاة صلاة نادو يقدم مقال كذا لقاعر كذا تكن وتؤتي الزكاة زكاة واجب المفروض على فرض يا ري زكاة فرض كان الحول هذا كم بحسه وتصوم رمضان بشهر رمضان آسه أنتو قال وحول يا رسول الله نكي ما الإحسان إحسان محال لها هذه إيمانك وحي قلبي اللي قرر ميال للربي قفك اللي قهري هو إيمانه يعني إسلام ما دي اللي موجينا يانا الله هالي لما دا صلوا سكوت دراي وحو حاجرا هجاجيه او لانتو دينا هجاجينين بل نو شيك ما الاحسان اخلاص كوي هلكا رغني بوليه رغن الاحسان الا خلاص انا داعده هاتو قلبي غادا الله كو وينيهي او واحد رميسنتahay sheegaysa rumaysna aad leedahay waxana muujinayso labadaba ay ka runtahay oo martay daacatahay taas la baahanyahay ihsaanku waa daacadnimadii ikhlaas kuwi ayaduna marka maxaa la helay iimaanki oo daahir baadinka iyo islaamki oo daahirka iyo ihsaanki oo ikhlaaski iyo daacadnimadii iyo muraaqabatullahi in ilaahay qalbigaad ku hayso marka dad caabudaysa aad u caabudo sida soo ku arkay qaala ihsaanu wuxuu yahay nabiga kaleysan qaala wuxuu yahay ihsaanu an ta'budu allaha wa inna ilaha aabudu kaanaka tara adoo arkay sida arkay wa inaad caabudo fa lam takun tara wa daaka fina yarak aydaha wa laba martaba oo kala sarreys martabada hore dad khaasa oo ilaahay subhanahu wa ta'ala oo martabada gaarsiya iska leh oo cibaadada ay caabudayaan allah subhanahu wa ta'ala waxay u caabudayaan sida asagu ilaahay arkayo si ayuu arkayo kale u caabudayaan hadii aad markaa halka aad gaarsiisnay oo muraaqabatullahi halka ay ku gaarsiisnayn adiga naftaada u turo naftaada wal warkaya ilaahi way fa lam takun tara fa innahu yaraka allah waku arkaya qala wuxuu yahay rasuulullah mata saa'a saada qiyam goor min dhici doonta qala mal masuulu anha kala waydiin bi aalama kama yaqaan min asaa'ili midka waxay waydinay adiga ay waydiin kuma dhaaman way walakin saa xadiithu ka waxaan ku sheegi ana sharaadi haa kaaga sheekeen calaamad kale ugu garto ida waladati almar'atu hadayha wayna yidu dhasha manaqt rabbataha sayyidadeed gabadhay dhashay baba sidii sayyid u noqono ninkeedii adoonka uu adoonku weeyahay ayay meeshiisa fariisan oo aabaheed oo martabadiisa bay fariisan oo sayiday noqon waqiila qeyra dalika macaani badan baa la gelgeliyay xadiidka aakhiru zamaankaana lagu daray waxaa badan doonta saraarida badan doonta waxaana ka horreysa jihaadka iyo muxuu malaaximta iyo dagaaladu inay badan doonaan gacanta muslimiinta marka ay soo gali doonto adoomo fara badan kadib deena ilmihii la dhalay ee hooyadiis adoonta ahayd sayidkii meeshiisa buu taagan yahay xuquuqa badan waa la yiri oo waalidkii sidii maaratay sayidkii baa loo canaanan oo lagu khaadimsan oo amar loo siini fadaaka min ashraadiha calaamada qiyaamada ka mid wa idaa kaana alxufaatu kuwii kabaha lahaa markay noqdaan alcuraatu qaaqaawana ru'uusa annaasi dadka madaxdoodii dadka ay madax u noqdaan fadaaka min ashraadiha calaamada qiyaamada ka mid dadka shalay la yaqaanee fuqarada ay waxba ahaynin ee xoolo raacaha oo madaxa marka darato min calaamaati saacabi ka mid fi khamsin shan xaalo san shay laa yaclamuhunna ma oga ila allahu ilaahay mooyeene in allaha cindahu cilmu saaca ساعد قيام علمك إلهي ما يقان قرتي لعدهم وينزل الغيث الرب كان سقم ما تجيه قرتي دي لما يقان ويعلم ما في الأرحام رحمك وحكو جيري على شهو يدنا هدو الزيادة هدو النسقامي انتو يهي حالات ديس إلهي ما قران يهدو الشقاوي سعادة يحالها كسابسا انت أن الأغان مخلوقون أغان ملقون أغان ربي أم بخاص أولي هو أك وحي المها أون نقن دونه مركو أمارت ودلنا يام ورشو حالك سوح نقن دونه نطفض أسعى نوفتاسي هو يدي أباه كل مي أحد قران كان مجرته ما في الأرحام وما تدري نفسه ما لا تكسب غدا بري وحي كسبان كسبان إذا نف ما قرنا يسو نف ما قرنا يسو بأي أرض تموت بالوختي ماشي كل من دونت ثم انصرف الرجل نينك يا صلى سؤاله ويدينا النبي عليه الصلاة والسلام وقد دومي مركو دا صاو دقا قيبو فقال النبي حجر ردوا علي يسو علي نينك سؤاله ويدينا يسو علي بل يقول يارا فأخذوا وحي قدقل يردوا يسو عليان بالله يا حي فلم يروا شيء حب ما يركن وملك الجبريل دي marka qaar asagoo nabiga la fadhiya oo waxii ku socda la arkayni wax arkaya ma jirto marka qaar kood bashar buuska bini aadam ay iska soo dhigi marka haduu dhaqaaqayba waa isqariyay malaa'igtu ilaahay saxirkaas u saxiray ilaahay u fududay waxay rabaan inay iska dhigaan isku ekeysiyaan
مركا قارة أي بدك إسكان النصارى إسكان النصارى حاضيا إسكان النصارى أي إسكان قريان وإنا أركنبا إنا أركنبا فلم يرد يروا شيء وحمق فقال النبي وحير هذا جبريل جبريل بوها جاء وايم ليعلم الناس دك إنه بر الدينهم دين توه دين توه إنه بر وإيمان يا إسلام يا إحسان لسكون دريبة وحال لسكون ده دين بالسكون ده إسلام إيمان إحسان إسكون در مقع جميع جرا ودين دين تينو إنه براي قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أن أبا حدثه وأنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وحجري قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس فرها وحمقا أحد قرنا يوزن جري إلهي أمبييني واشان ثم قرأ إن الله عنده علم ساعة إن الله عنده علم ساعة سورة السجدة سورة داسي سورة السجدة اللي إلى هذا معلمين تبعي ليجرين معلمين تنهاري الجرس بليجرين صحوي أيضنا صحوي لقوم عبان كرة رفضك الجرس وكجرة سورة وقال مجاهد حجري ماهين ثم جعل نسله من سلالة من ماهين ماهين إلهي وحكاء وري بيام ماهين ضعيف ماهين وحكوه فسر ضعيف أو معيتاي نطفة الرجل ننك عن دوفتي سأو رحمك هو يدك وطوري أيها لولجه ذا وبيا ضعيفة أو تبر لهين هل قصد يا نبي آدم كان رتي كبير كيسي قو قيس الحجين لا يهي ما إيش هذا كوزو جيدي وحن كيري كرانا مجر طريق كرانا ما إيش هني كوزو جيدي ويوجي ضللنا أيدهن وقالوا إذا ضللنا في الأرض رول كهدان كهلك سنو كبابانو ما أنا نصوص هاري ضللنا إيه هلكنا هدان هلك سنو بابانو رولك وقال ابن عباس بقى وحويري الجرز وكا جرز أرض الجرز لا تمطر التي وأرض لا تمطر إلا مطرا روب موييني روب أم كدين روب كاسو لا يغني عنها شيء وحبوترين يعني روب كمدو روب كاسنا وحبكما صباح يوي عقل وفزيرك التي لا تمدر إلا مطرا روب موييني روب كاسو لا يغني عنها شيء روب أم حبوترين الميشو كده يبقى وحالنا الجرس أرض الجرس لها أرض الجرس وحالي رهذا وأرض الروب أم كف اللين وكده أي تسكو هذا التي لا تمدر أو لا تمدر إلا مطرا وأن روباي سنين إلا مطرا أم باكده أي مدر كاسه لا يغني عنها شيء وحبان كديقين وحكى لي هذا أرض الجرس أرض غليظة يابسة لا نبت في لها ونقول جوانة دبره أبق أو وحكى صبيح يسجر مركا يهدي يسير يهدي وكوي ينين مركا قار يهدي ولم يهدي لهم كما هلكنا من قبلهم من القرون ميينا ولم يهدي يبين مينو عدينين إلهي سبحانه وتعالى وينو عدانين مينو عدانين كما هلكنا من قبله من القرون انت أنا يقول هرتوت أنا هلكنا قرون مينو عدانين وينو عقين وينو كهرونين باب في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي الله من قرة أعين نفموغو وحلو قريي أو من قرة أعين إلقى بوسجت قفك مؤمنين تا ذاتك مؤمنين تا ما وح إلهي قري وح أويا له إلا يكون فرح ضه إيه هل الدونان ما أخفي ما أخفي نوال أخري ما أخفي ما أخفي هذا سوحا ينقنسا مبني للمجهول ما أخفينا ينقنسا متكلمين قال إلهي سبحانه وتعالى ما أخفي وح أقري أنيه اللهم أجل من قرة أعين حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزنات عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي حجر قال الله تبارك وتعالى إلهي وحجري أعددت وحن دياري ونو ضربي لعبادي الصالحين أدوميك صالحين تا صالحين وحالي هذا قفك حق إلهي حق أدوميك قتي وحي حق الله كله وحي أدوميك كله يهين صالحين تا وحن دياري ما برواقية النعمة لا عين إلا راد أين وليد أركن ولا أذن دقنا سمع أين وليد مقل ولا خطر أن كل عينه على قلب بشر بنا آدم قلب جيسنا ونصورة سنين كوبا صادعين أو نعمة برواقة ديار نبي الله سبحانه وتعالى قال أبو هريرة وحجر اقرأوا إن شئت مدارة تنقرية أيضا
هذا الحديث كان النبي عليه السلام وحوجنايا فلا تعلم النفس النفس موغ ما أخفي اللهم وحي لو قريه من قرة أعين القبوسي هذا موغ أو واحد سمعيان وعمل عمل كان لا يمال أن ترادد بان الوسي. وحدثنا علي بن عبد الله ويانا قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزنات عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الله إلهي وحوجري مثل حديث أحلامي قيل للسفيان بأبو حلويري رواية والسؤال سمعت علام سؤال وي علام سؤال رواية يعني حديث مرفوع مياه رواية إلى النبي ما مرفوع نبي الله قرية لي بحديث كان أدورينيس قال روحي فأي شيء لهم حكا لويه حكا لويه فأي شيء سؤال شوذي علمي سؤال إنكاري أي كورجي فأي شيء محكا لنوعه إذا المسندين إلى نهاية ونسألت كرسان أولا حديث كثير إنه نبي عليه الصلاة والسلام لو كر ياري صو النجوم هذا يقولني فأي شيء محاكرة وركن مياس النقان كرا ور بشر أو وحي كوي معنن أو إسكر رأي اجتهاد ميو النقان كرا عدت العباد يا صالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا قدر وحديث توي نبي حديث القدس فيه هاي حديث القدس وياه فأي شيء محاكرة وقال أبو معاوية وحوي عن أعمش عن أبي صالح قرأ أبو هريرة وحوي أخريي قرات أعين من قرة عيون ذي حوغر من قرات عيون القبو سياشد قرات قال حدثني إسحاق ابن نصر قال حدثنا أبو أسامة حماد عن الأعمى سليمان بن مهران قال حدثنا أبو صالح السمان واسمه ذكوان عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام يقول قال وحويري يقول الله تعالى حديث القدسي إلهي بأ وحويري عددت لعبادي صالحين الضوما هي صالحين ذو حام الدياري ما لا عين راد الوحين ولقيت أركنا برواقية نعماء ولا أذن دقنا سمع ذين ولقيت مقل ولا خطر أن كل عين أو نمامين قلبي يسجلين على قلب بشر بشر قلبي يسنع كل عين أيان الدياري بلا سبحانه وتعالى ذخرا أعددت وحام الدياري ذخرا كيد كيد بي أيان الله كيدي ذخرا منصوب أعددت ذا سلو نسبي ذخرا بانو كيدي ذخرا كيد بانو دياري من بله ما أضلعتم عليه من تاسي مرة ولا قريا مرة كقارة وحدة كيسة بلها وحول قبل اللابي مرة هذه بلها لقبل اللابي أنا معناه لقري معناه إلى هذا هاي من هذه اللي إلى هذانا معناه لقري دخرا كيدوي إلى هني كيدي من بله من بلها أنا مرة حين نقول من غيره من من سوى أو كره من غيره من غيري من بله من غيري ما أدرعتم عليه وحي إلى هني ريت الصي أو نعمين كأدون كتوارك جرتين وحنا هين أي رأي نكذي هذا نقول ذخرة وينكذي من بله ما أضلعتم أي من غير ما أضلعتم عليه وحين طالعيين نتصي وحنا هين غير كيس هذه من تلا حد فر وين عضاية بله ما أضلعتم أي دع بين قرن كاس بل هذا دع كتك ما أضلعتم عليه ما كما راسي أما ما حين قرن سان فيها أو ما أضلعتم عليه وحاس ورجع لو ما طالع سنين لو ما تسمين قرن أما دعكتك ما أضلعتم وحي هذا كورين دال عسيه إني أركتين أسرق حق عدك إيه وحنا ولقى أركنا وقودن بيوي ثم قرأ وحي أخري نبي عليه السلام آية أما أبو هريرة فلا تعلم نفس ما أسرق ليه شري أبو هريرة صمر إنه ليه شري أخري يشيتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون سأسجل قال أبو هريرة صمعين أبو هريرة أسكره سورة الأحزاب سورة داسو كساب سي وقال مجاهد حجري من جبر صياصيهم قصورهم بلوجدا قريه ذي قصور توذي قري بلوجدا وانزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم كوي قرب كأنه ذي قال ذي كفار قريش إبرو قريراها كفار قريش هذا قحضي أجل يبقى قريه كسوه هاري أجل قفور حما قريه كسوه هاري هل كاسا مركز سفي عن طلاب الله وقاري من سياسيين من قصورهم معروفا في الكتاب لازوجين معروفا في الكتاب ساسو نقر معروفا في الكتاب ساسو نقر يا سياسيين قصور انت وان شيغي وحكا القدر سياسيين قصورهم هي معاكو حيقان كويرا يا انت اسوب كبل لابي مياه هل كان انا وحي قرى معروفا وحي قرى بجرته يا
معروفا وحقرة مجرتا معروف في الكتاب إلا تفعلوا إلى أوليائكم إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مصدورا تيو معروفا لا يقان في الكتاب لو يقان باب كالفصل أما أيضا أمرك أدري لي أيضا عن صواب شغني أما حديث كمرك ترجمة من الشيء المصنف حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فريح قال حدثنا أبي فريح بن سليمان ويان عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي حمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن قف مؤمن مجيره ها إلا وأنا أولى الناس به ذات كان أولي سن أساق في الدنيا الدنيا والآخرة أقرب قف مجيره إلا ذات قف كستا أنا أولي سن أولي حيقة أولي دو ذات الدنيا أقرب اقرأوا أخري أبو الله إن شئت هذا ربطان النبي أولى بالمؤمنين مؤمنين تؤدوا يهي من أنفسه نفتوض أولي سي فأيما مؤمن مؤمن كي أولى النمذي بهذا كوفة سرايا هذا قف لنتو لحال كيس النبي شقاكم عليه الصلاة والسلام وحيدبه قفك هايستان النبي عليه الصلاة والسلام بل لسو علين فأيما مؤمن مؤمن كي ترك كتك مالا حوله فليريثه هدى حلو عصبته قرابة ديسا من كان قفك هذا أمر قرابة أما فرض أما عصبه حقود حرامه فإن ترك الدين هدوس الدين كتك أو الدين سيقول له أقول لنتو أو ضياعا واحد ضياع مي أو عرور إيو ضد أن أحوق بسن كريم وكتل لنتي فليأتني هاي ماذا أنيقها ليكين وأنا مولاه وأنا قرقار كيسوه حضانة ديسية كفالة ديسية أنا أقوم أيه ومركز مركز دم الفتوحات كي برواقي وحبظ الله لي مركز أيهات نعم باب في قوله تعالى أدعوهم لآبائهم أو ويانا آباياشوت هو يريتان كاسا أقصد العدالة عند الله إلاكتس عرورتا أد كرصدين واحد اللي يراه هذا تبني أي كوسميين الماء كدكتين اللي هو يري جرين وين يسلح الجرين الماء ونادلين هبل با إنه هبل با لديه سوا كرصدي دخل كنا ويسلح الجرين وركب الله صاف شري هو اللي يروح كاس وحص عناي معه الماء هنقع أنت هذا كل جرين كرصتي هدي أبي لقرن أبي هو غير هدا ذا قرن إنه ولا الكه هو إسلام كذا لا كتير يا مولاه حدثنا معلا بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثة مولى رسول الله رسولك عليه السلام موليه زيد بن حارثة من شرحبيل الكلبي صحابي جليلة أيها قيمة بضن موليه النبي عليه الصلاة والسلام مولدي سيئة أم أيمن أقولي أصامين دلين مكاسا رير وحوها النبي أدو تشعريها قوس كاس أصامين والله دلائي زيد كدلائي هو يديس أم أيمن نكا زيد بن حارثة مولى رسول الله ما كنا مانا نهين بوليه سحابي عبد الله بن عمر ندعوك وأوي إلا زيد بن محمد بن أوي رجر حتى نوي رينو زيد بن محمد زيد كم إنا محمد هم رجر حتى نزل القرآن إلى قرآن كسو دقي أدعوهم أوي إلى لآبائهم أبا ياشط هو أقصد عند الله ساسا إلى اكتيس عدالة يرونتا يكون جرتاي هدين أبوهد قرانا ينينا وإخوانكم في الدين ومواليكم ولا ليهم وي أما مواليدين هدو أدوان الذين محرسان وياه مولى فلان أخي فلان أخو فلان يا رسقده ولكن إيه الماء هذا مركا هذا دارينا كرساتي إيراد غيرك دلقسيس ودحلك وحكسيس وعروتا عريس وعاد قبله سيدا يقو أي أي وذيهين كوا ولا رأوه كلا أي لخل وضع سحمة سحمة وإذا هذا عرور ساسو كلا وسيء كسوة قلي غيرك غيرك سيء كسوة قلي والله كرساتي وعيدا كبر باري واجران سانتون عينا دارين nin kana una dhalin marka haday dhacdo ilmahaasi waa in la muujiyo oo la yiraado waan ku korsanay laakiin abaha waa hebel ama ababa lagu ma hayo muslim musliminta kamid oo baa tahay akhuna fil islam baa tahay in la yiraado waxa ka dhalanaysa maxaadir baa ka dhalan ilmihi waxa ka dhalanaysa in u dhalka wax ku yeesho dhalkana waa ilaahay qoray fariidata min allah ilaahay baa qoondeeyo qadaray taasa ka dhalan waxa ka dhalan inuu ajnabi reerka u dhaxjiro uu yahay oo iska diyaarininba allahumma hadi lana nuujiyo oo dad korsatay oo guriga uu joogo islaanta ay nuujiso ama walaasheed ay nuujiso qaraabadii uu kamid noqdo markaas deena dadka qaraabadaha oo sida ogam noqdo xagga marka qalwadi iyo waxyaalaha soo dhamay banaanaan dhalku semaya waligeed ma ay buutaagnaan dhalku waxa yar asbaabul irthi maxa kamidaha asbaabta isku dhaxlo nuugma ma ku jirta ya radaa kuma jiro radaa isku ma dhaxlo annasabu والمساهرة والولاء أكو أسباب الإرث ولا هو قفك هذا حريسي هذا حريسي كازوي يريثك وتريثه وصلح لسان
باب في قوله تعالى فمنهم من قضى نحبه وحاكم إذا مؤمنين تا من المؤمنين رجال بل سجري رقبا كم إذا صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر أهدك يا بلنت إلهي لك لين تتكلم بأيبا جراء وحاكم إذا من قضى نحبه قف أوفيي نحبي يسي نحبي قاسي النذر والا يري موت والا يري أهدي يا بلنت وقالين والا يري ومنهم وحاكم من ينتظر السجاي قار عرر مينا دقالنا قبصدا والدفاعنا والجهادنا عرر بلن وحاينا عررين بلنتي كسو بحي ودينا سيده كو شهيدي من قضى نحب ومنهم من ينتظر كو بلنتي كسو بحي غيردي يو دنتنا سغايا وما بدلوا ان بدل ان تبديل وح بدل الى هذا ان بدل نحبه هو بكو فسري عهده هو بكو فسري عهدي يا بلنتي او غلي ان بورينين باجره انا اصبر النظر با كميدها طيب اقدارها جوانبها دنا عيال كده هذه كسو غلان ولو دخلت عليه من أقدارها ذاتكي غزوة الحزاب على هذا الآيه قال هذه الصوغة عشان بورستي هذي منافقين تواكوه دي قريوه دي وعرّي عبصدي هذي مركز صوغة لان ما قال هذا جيساها كصوغة لان ثم سوء الفتنة لي مركز الله ما ذلي رأيه قال هذا مركز هربا قال لماذا قلبي هيك قجرتي لا توها وما تلبث بها إلا يسير مالي وإلا إيمان الله هايين قال لماذا وحير من السينة قادين ومنافقين تي قالوا ويان بالير هدي قالوا انت سو غش مغالدا اي او تيمادو تيرا وانا كان سو بخا بنانك ايمان لهاي ايو علامه ودو علين ودي سو دوين لهاي غالمدي بنانك له ايمان لهاين عايه لما كره غالاي هاين قلبيغا اي غالكا هاين وخي اي موجينايين بين بوها اقدارها جوانبها ان عيال كده ديك سو غلان الفتنه لا اعطوها لا اعطوها فتنه ودن وا شركيه غالمو هدي لو ويديسول يلا غالوبا لا اعطوها ويسين لهاين هودا وا غالون ان غيلي ديلهاين وعياذ بالله. قال حدثني محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نرى هذه الآية نزلت دين كسر دكتان ورقنا في أنس بن النضر أنس بن النضر وأنس بن مالك أبتقية ما حيت مسألة كبوه أنس بن النضر أنس بن مالك بن النضر بوه وأدركس أنس بن مالك ابن النضر ابن ضمضم بالديشري أستغنى أنس بن النضر وأدركس من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه مؤمنته وحكم هذا رج بلنت يا إلهي أقلين كتب أيه وكرمي حدثنا أبو اليمان الحاكم النافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني خارجة بن زيد خارجة بن زيد بن ثابت لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال وحيري لما نسخنا الصحف مر كان نقلنا إنه نقولنا إن الصحف وراقه قرآن كقرة صحفت أما أن صحفت كقرين في المصاحف أن كقرين نقلنا الصحف نسخنا الصحف معنا نقلنا أصوات نقلنا الصحف عن القرآن يعني كسو قولنا وكسو قولنا يني ماشو كقرى حقال وقري في المصاحف مصاحف تبان كقرين ومركي وراء وبكر رحل لكي سنة وقرى مركي دمانا قد دي الله صاري قد دي الله صاري قرآن كل أرورين تيسا حل لكي عثمان بهدنا كمدها مركان أرورين يني فقدت وحانوا آية آية من سورة الأحزاب كمدها كنت آنها كثيرا إن بدن أسمعك كما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ آخرين آية لم أجدها كمهل عند أحد قفنا إلا مع خزيمة الأنساري مويني الذي خزيمه جعل أويا للرسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة ملكتس شهادة الرجلين لمن المقراتيقات آية دواتا من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نعبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا آية دا سويا قرآن كريم كهو متواتر مركة أولي أهي لم أجدها عند أحد إلا مع خزيمة أولئك محكوضة ما أهم عن هذا خزيمة كريئة الوار كي يلغم مقليمها إيه وحاويان قرال برهدنا يا مالك قران تاي برهدنا يا نسخ بال الرباء وح قران إلا صوى نسخ يلا صوى روبي أما حفظك أستقى لفتي كيزا حفظي سب أوك كله كنت أسمع الرسول كثيرا إما ما كم قجري صحابك رب الله يا حفظي سب حفظي هو بذية في صدور إيه وحور ربا حفظ في صدور قرال إنه هيلو سيسكو حوجيان صدرقي صدرقي سيد قرال كي وحي قرائي وحي بارت الحفظ سوا فقان أيو رادين أي مركا ننكا خزيمة من ثابت كهلي قرال كي أساق أقران وقعانتكو هاي قرال كي سينا لبن نبو أدقما لبن نبو أدقما واكان ونبيها كقر تدو يري شهادة ديسة شهادة الرجولين من أدقمان نبي قانا صلى الله عليه وآله وسلم يا مرتبطة منزلة أمك عابي وانا قصدنا وحي هيد كما في السنن نبي قانين فرس كقت عرابي أرير بادية يفرس كسو إبسي وايشيان ان كيبيران العقد وصاصيه صره يا وايه فرسكي ابو نبي عليه السلام عينان كلبودي
وصعدي عربي دبل صعدي بعد دحيح دحيح كجلين ولا فرس كم هذا أسكال ها أنت كاسينا أنت كاسينا أنت كاسينو أستجي مركا لعقبة الله صاريبا أنتو نبي كسي وايز كدي مركزو نبي قلنا بقى وحير فرس كي يستاج فرس كي يستاج فرس كي يستاج كم فرس كي يسوي رج مركزو نبي عايز أمحي ما فرس بالله الله سو كام قدرني إذا ماذا قدرني وهو كأجت تواسي وكأجت إذا ماذا قدرني مخراتي عدن كمبر نبي محمد وحجنا صلى الله عليه وآله وسلم عربي كان مخراتي عدن كأجت نبي مخراتي ما هي وحلا جوجين مجرين مركي أسقي ينكر يا كلا قدرنا يين وح مخراتي وهو أركي يوم مقرأي من مجر وحنا ما في لينين صحابي وأجيهن إنه نبي صادق الأمينية ونكر عربي وقدر دريه ونبي محمد عليه السلام كحد قد بي ونبي صحصي هاي أسقر خالد يحد قد بوله نكر عربي لكن إنا يوافقان سيدو أوافق خزيمة أو يرى أنا جام مخراتي أو ده هالكاسنا استنباط كي معناه كلا الصبحه تنا الله وافجين خزيمة الله وافجي وحنا أنا جام مخراتي إنه نبي كاجت فرس كان وتقدر درن تاي أنا مخراتي نبي واصل الله عليه وسلم نبي وحنا سيد مخراتي قلت هاي ماذا أركيني ماذا الجوين بتصديقك يا رسول الله بير ها رومين تانك رومينين إيه إن وحي القرآن كي يسمعك إيمانا يا نبي لماذا هذه الرسالة هذه آن رومينين لغو آميني وحيي أرين تاس روني ماذا داس أنكو روميني أيا تنة نتوسيس إنا يترون تاي قرآن باما كار روميسان إيا وحيي الديني مفرس باد بينك الشيقي صلى الله عليه وآله وسلم وحاشاه أن يقول ذلك أن يقول ذلك صلى الله عليه وآله وسلم مركز نبي عليه السلام دل حسي ويرني كان خزيمة بن ثابت لي هذا رضي الله عنه السحابي هدي ومقراتي كله يسوي استاجو ما لبنا إن الله ربنا بكل يسوي استاجي لبنا إن بودك ما بير شهادة وتعديل شهادة الرجلين هل كاس بودك ما بير رسولك عليه الصلاة والسلام والله أعلم بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.